السلام عليكم، اصبح بخير عليكم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم البنات حبيت نقاس معكم وصفة تاع بوراك بالسردين والبطاطا مع يوسف. سهلة، نبدلو شوية، نغيرو لي موديل تاع البوراك. دونك خدي الطوادر، 4 مغارف تاع الزيت النباتية، ندير عليهم الثوم. نجيب هنايا اون كونتيتي تاع السردين بليتو تاع لونشوا، هذا سي لونشوا البنات، نحيتو العظم هذاك اللي راه في الداخل، يعني الحوت اللي عندك اللي تحبي تاكليه تقدري ديريه في الوصفة هذه. نقليوه وندير عليه شويه تاع المعدنوس، نزيد عليه لي زيبيس من فلفل اسود، الملح، شويه تاع قزبر وكمون. دونك لي زيبيس دو تو لي جور نديروهم ونقليهم. قلت لكم نبدل شويه واحد من البوراك، كاين بزاف تاع لي موديل. وندير هنايا شويه تاع الهريسه اللي ياكل الحر، يعني هذه ماشي فريمون ماشي حرام مليح. دونك درت شويه تاع الهريسه، ومن بعد هنايا الملح البنات بيان سور، من فوق با برك ديرو بزاف الملح باسكو الحوت يبان عليه الملح. دونك نخلط الحوت نتاعي سيو، ما تكرازي واش يقعد هذاك هكذاك شاد شي روحو، شاد روحو دونك باش يجي بنين خير. كي تاكليها هكذا تحسي بيه. دونك حاجة يعني توجديها في وقفة سهلة. دونك هنايا نزيد شوية تاع الكمون الافان باش يبقى هكداك ليكو تاعو. دونك درنا قزبر، فلفل اسود، كمون، ونخلط المقادير هذه. هنايا البنات اللي يحب الفلفل الحار زدتلو شوية تاع فلفل حار اون بودر، ونخلط المقادير هذه، يعني طاب من با 5 مينوت، من با 5 دقايق البنات طاب. الافان نزيد القزبر ونطفيلو، هاوليك البنات طاب. و توت فاسون تزيدي ولا تنقصي المقادير كيما تحبي حسب افراد العائله تاعك. انا البنات عندي بطاطا بيري، بطاطا زوج حبات تاع بطاطا، غليتهم في الماء والملح. دونك كرازيتهم معاك تاع اماكن فورشيت، خليتهم في جهه، وجبت لاصوص هذه تاع الحوت خليتها من جهه اخرى. حبيت ميلونجيهم بصح انا حبيت نخلي كل وحده في بلاصتو باش تحسي فريمون لكو هذاك تاع الحوت. دونك تاخدي الفي تاع الفيولين تاعك بيان سور كي تبرد لك الحشو تاعك. ومن بعد ناخذ مغرفه هكذا عمرتو من الحوت نحطو، ومن بعد نجيب ندير عليه شويه تاع المعدنوس على طول باش يبقى هكذاك لكو. دونك نغلق لي الفي تاع الفيولين تاعي يعني. بيان سور كل واحد كيماش عنده لابيتود يغلقهم، كاين بزاف تاع لي موديل. دونك ندور الفي هذيك ونضروها. هنايا درت لافي كومبليت بيان سور، درت طاوة سخون. انا البنات كوبيت لافي تاع ديون بزوج، حبيت نوريكم الموديل هذا صغير. دونك تاخدي تاني مغرف تاع الحشو هذاك، بطاطا، الحوت، وتميلونجيهم، تزيدي على عليه اغلافا شويه تاع المعدنوس، دوريه، يعني حاجه سهله. دونك انا البنات نحب الصغار هادو باسكو ما كانش فيهم بزاف لاباط، وتاني لي في ديول يخرجوا لك 14 فدي يخرجوا لك 20. هاوليك بعد ما طيبتهم ما تحملوش بزاف تاع الزيت، انا ما نحبش ندير بزاف تاع الزيت، نقصي له برك النار يروح بالعقل. بس كلش طيب، الحوت طيب، بطاطا طيبه، واش يدير لكم لافي هذيك رقيقه، ما لا في ديول طابط. دونك هاوليك كيفاش نقلي، نقلي برك بالعقل، ما نعمرش قلت لكم طوا تاعي بالزيت سي با بيان سينو يخسر نظام المرضى. دونك لي في هذوك صغار هاولي كيف قلت لكم، كي تقطعيهم يجيو صغار يجيو ثاني بيان. انا نحب هادو ما كانش فيهم بزاف تاع لاباط. هاولي طيبت الديولين تاعي، نخليهم دكوتي. هنايا جبت حبه تاع قارص قسمتها لزوج، نوريكم برك كيفاش دار. دونك ما يشربش بزاف تاع الزيت، شوفوا كيفاش راه في الداخل. من احسن الوصفات، انا نحب شويه نبدلو سوتو في رمضان. دوكا البنات نروحو نطيبو اون سوب سهله. دونك هاوليك قلت لكم سهله لاسوب هذه الخضره اللي عندك. انا عندي حبه تاع بسباس، زوج حبه تاع بطاطا، اللف، زوج حبه تاع اللف، حبه تاع بطاطا، وزروديه، هاوليك حبه تاع بصل صغيره، 4 فسيسه تاع ثوم. البنات لاسوب هذه نديروها شويه تاع العدس هذا الاحمر، هذا لازم يكون يولي عندنا كوميني بيس، نديرو كوميني بيس. دونك درت مغرف ونص، درت عليها ماء ومحت نفخ، شوفوا الفوليوم نتاعها كيفاش طلع. دونك نشونجيو شويه من الشربه، خديت الكاسرونه تيلمون كثر طيب رابيد، نديرها في كاسرونه، ندير عليها شويه تاع
مارغرين ولا زبده اللي عندك، ونبدا ناخذ البصل هذاك مع الثوم ونبدا بهم. قلت لكم اسهل لا سوب اللي تقدري ديريها يبدل شويه واحد عن الشربه، ماشي شق جوج شربه. خدي الخضره هذيك حولي نقليهم، ندير لي زيبيس، ندير الملح ما تملحيش بزاف، نزيدو لها البنات ومن بعد شويه تاع الفرماج، ومن بعد فلفل اسود والكركم. ديري لي يعني لي زيبيس اللي تحبي، مي هاولي على جال العقولة. نقلي المقادير هادو البنات واحد 5 دقايق مع شويه تاع قزبر ملحي. هاوليك لاكس هذاك قلت لكم ديروه في الماء بعد يذوب لي الفوليوم. دونك حبيت ندخلو في لاسوب هادو باش ما ياكلوه الولاد ما يعرفوش بلي كاين في فيها راس. قليتها 5 دقايق هاولي لازم العمليه هذه، نروحو ناكلها. نجيب الماء سخون بيان سور، نمرق بالكوتي باش ما نشلش الخضره تاعي. فوالا نحرك نشوف الفوليوم تاع الماء، ومن بعد نزيد لها شويه باسكو ما كاش بزاف تاع الماء، نزيد لها شويه واحد فنجان. من البنات نحرك ندير عليها لاطا 21 دقيقة 15 دقيقة تلقاي الخضره تاعك تهبط خيط خيط. دونك هوليك الخضره هذه تهبط، نجيب البغا ميكسور ونزيد عليها شويه تاع فرماج، 3 ولا 4 حبات تاع فرماج. نزيد عليهم مغرف قزبر والمعدنوس معنا، ونميكسي كلش. البنات ما كاش اسهل من السوب هذه. ناخذ البغا ميكسور ونميكسيها، فريمون جازت وعدت لهم فريمون الاولاد يحبوها وكلاوها. شوفوا لا تكستور نتاعها كيفاش تجي. دونك تجي تخي تخميه تجوز مع هذاك البوراك، نشونجيو شويه. فوالا وصفات سهله اقتصاديه، ان شاء الله برك تعجبكم الوصفات هذه. ما علي نقول لكم الا على بروشين فيديو ان شاء الله. عليه ميرسي اونفوار صحه الطرق.